شاهي ناز يا بنتي، تركي من ايدك كرمال الله، لا تعبي حالك، روحي ارتاحي. ليك سوزان راح تساعدها. معقول هالحكي بابا؟ طبعا. انا شو عم ساوي هون؟ اسمعي، شو ما بدك تعملي اعملي، ما رح تسكتيني، عم تفهمي؟ لا بتمثيل البنت الحبابة ولا بتهديداتك انك رح تخبري سامي. يا نكارة مثل القطط، أنا عم فكر بمصلحتك وبكشف لك شاهيناز وشو عم تساوي، وأنت دغري بتحكي لهم؟ شو طلعتي مولدنة؟ والله أنا ما حكيت ولا قلت لهم، أنا ما حكيت شي لحدا، وتاني الشكل اللي حكيتي لي عنه طلع كذب. شلون عرفت أمّا لشاهيناز إنه أنا اللي خبرتك وبهدلتني؟ شو بيعرفني أنا؟